برعاية وشراكة وزارة التموين والتجارة الداخلية وعدد من المؤسسات التمويلية والبنوك والشركات الاستثمارية، انطلق مؤتمر ومعرض بيزنكس، والذي شهد إطلاق أول فرانشايز في السوق العقاري في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوي. جاء هذا المعرض السنوي ليعرض ويقدم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات. في الحقيقة زخم كبير في هذا المنتدى وتنوع كثير، وبالتالي كان لزاما علينا أن نحضر ونعرف الجمهور والمشاركين بمعدلات نمو الاقتصاد، أهم المؤشرات الاقتصادية، العوائد على الاستثمار، الفرص المتاحة في أنشطة عديدة، وأهمها الأنشطة التجارية. كما تعلم وتعلمون جميعا أن قطاع التجارة في مصر هو من أكثر القطاعات إسهاما في إجمالي الناتج المحلي. معرض بيزنكس لرواد الأعمال يشكل ملتقى هام يجمع بين كل مكونات المنظومة الاستثمارية، حيث يتيح للعارضين فرص التعرف على طبيعة الاستثمارات في السوق وتكوين شراكات بين مختلف الكيانات الاقتصادية. السوق يحتاج إلى طرح المشاريع اللي تقدر إن هي تقدم فرصة استثمار للمستثمر الصغير أو المتوسط. المستثمر بيبحث دايما على فرصة استثمار أو المشروع الناجح اللي اوريدي أثبت نجاح بالعلامة التجارية بتاعته في السوق، بدل ما يعيد التجربة من الأول بيجي ياخد مشروع بعلامة تجارية ناجحة. دايما في البيزنكس بيعملوا في الآخر مسابقة للأفكار الجديدة، ودي برضو هتتعمل إما النهاردة أو بكرة آخر اليوم، وبيتبرع أحد الرعاة ان هم بيدوا مبلغ من المال يساعدوا في ان هم يحققوا هذا الفكر بالنسبة لهم. يأتي معرض ومؤتمر بيزنكس لهذا العام في دورته الرابعة ليرفع شعار الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكبرى الشركات الاستثمارية كواحد من أكبر وأضخم الملتقيات التي تجمع المستثمرين برواد وأصحاب الأعمال في مجال التوكيلات التجارية ومختلف الأنشطة العقارية والتجارية والإدارية. من مقر نقاد المؤتمر، محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري.